السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. النهاردة هنكمل مع بعض دروس الجافا سكريبت، وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي التحويل أو التايب كونفيرجن، اللي هو التحويل من نوع داتا تايب لنوع آخر. لو أنا مثلا جاي لداتا من خارج الويب سايت بتاعي أو من خارج البروجرام بتاعي، الداتا دي عشان خاطر أعرف إن هي متلائمة مع الداتا اللي موجودة عندي ولا لأ، فاضطر أعمل لها عملية كونفيرجن تحويل، أو إن أنا أعرف إذ إيه هي نوع الداتا اللي جاية بيها. طيب تعالوا مع بعض كده نبتدي. قبل ما نبتدي تعالوا نتعرف الأول إيه هي أنواع الداتا تايب داخل جافا سكريبت. أنا عندي داتا تايب لها فاليو وداتا تايب تانية ما عندهاش فاليو. يعني عندنا السترينج اللي هي البيانات الحرفية، النمبر رقمية، كولن اللي هي بيانات منطقية true or false، والفانكشن تمام اللي هي الدوال، والأوبجكت الكائنات. وعندنا أنواع بيانات أخرى زي null وundefined، دي ملهاش قيمة not value، ما بتاخدش value. وعندنا كمان داتا تايب بتبقى على شكل أوبجكت، على شكل كائنات. يعني عندنا أوبجكت وديت، التاريخ يعتبر أوبجكت، والأري يعتبر أوبجكت، والسترينج والنمبر والبالين يعتبر أوبجكت. طيب تعالوا مع بعض كده نبتدي. أول حاجة أعرف إزاي نوع الداتا تايب بتاعي. طبعا عندنا هنا فانكشن جميلة جدا اسمها type of. لو أنا جيت قلت له document dot write، نكتب عربي نكتب English، document dot write، وكتبت له كلمة type of، هنلاقيها موجودة عندنا هنا، بس نكتبها type of خلاص، وندي له أي قيمة أنا عايزها، وليكن كلمة محمد. طبعا محمد دي نوعها string. لو أنا عايز أتأكد من نوع الداتا تايب بتاعها، هيقول لي لو عملنا دلوقتي run project هيقول لي نوعها string. طيب تعال نغير كده ونكتب أي قيمة رقمية تانية بدل كلمة محمد. لو كتبت له 100 طبعا هنا هيطلع لي يقول لي number. طب لو جيت حطيت ال 100 دي ما بين double quotation، هنا في الحالة دي هيقول لي طبعا هي كانت number بس عشان ال double quotation بقت string. طب لو جيت قلت له بدل كده قلت له new date ودي بتجيب لي التاريخ الحالي، طبعا هيقول لي object. احنا اتفقنا ان الديت object. طيب كمان لو جيت قلت له بدل new date حطيت array، نشيل دي ونحط array كده جواها مجموعة من numbers 1 2 3. لو جينا عملنا run هيقول لي object برضو، تمام، لان احنا اتفقنا اهو، قلت لك دول الobject اللي موجودين عندنا. طيب لو انا جيت قلت له ايه تاني function مثلا، لو حطيت function، الفانكشن تكتب بالمنظر دوت، قوسين مجموعة وقوسين عاديين وبعد كده قوسين المجموعة. لو جينا عملنا run هيقول لي نوعها function، الفانكشن ليست object. طيب لو جيت قلت له بدل function اوكي طبعا في قوس ناقص، نحط null مثلا. null هنا تعتبر object بالنسبة لي، تمام، قيمة غير معرفة. النال هي قيمة غير معروفة بالنسبة لي، تمام. طيب جيت قلت له مثلا حاجة ليس لها value، يعني مثلا عندي حاجة اسمها my name. my name ما عنديش حاجة اسمها my name خالص في البروجرام بتاعي، بس لو جيت عملت run، سوري انا شيلت type of هذا النال، هقول له my name، وجينا عملنا run هيقول لي undefined، قيمة غير معرف، تمام. طيب في عندنا حاجة جميلة جدا برضو موجودة داخل الجافا سكريبت اسمها الكونستراكتور. الكونستراكتور هو مصطلح هيستخدم بكثرة في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، ومهم جدا جدا جدا. في عندي كونستراكتور بروبرتي، دي بتعمل كونفيرت الداتا تايب بتاعتي لفانكشن بروبرتي أو فانكشن بالداتا تايب. بمعنى لو أنا جيت قلت لك مثلا، نشيل بقى الكلام دوت، لو جيت قلت لك اي كلمه مثلا محمد دوت كونستراكتور، هات لي الكونستراكتور بتاعه، كونستراكتور ده هيعمل لي فانكشن، تمام، هيعمل لي فانكشن سترينج اهو، فانكشن سترينج. لو اديت له قيمه رقميه بدل كلمه محمد، اديت له 1 2 3 مثلا، بس اتحط ما بين براكتس كده اقواس، لو جينا عملنا run هيقول لي function number. طب لو جيت قلت له array، نشيل دي ونحط array بالقيم بتاعتي 1 2 3، برضه هيقول لي function array اهي. لو جيت قلت له تاريخ، تاريخ اللي هو new
ديت، هنا هيقول لي فانكشن ديت وهكذا. يبقى الكونستراكتور هنا بيحول لي الداتا بتاعتي الى فانكشن داتا تايب. طيب دلوقتي لو انا عايز اسال عن اللي هو الاري، عايز بدل ما يطلع لي يقول لي الاري از اوبجكت، احنا اتفقنا لو انا جيت قلت له تايب اوف، تايب اوف واديت له اري هيقول لي هنا اوبجكت 1 2 3 مثلا، هنا للاسف تايب اوف ماشي، هنا للاسف هيقول لي اوبجكت. طب انا عايزه يقول لي اري، طب في الحاله دي نعمل ايه؟ طيب تعال نشوف مع بعض كده. انا ممكن اعمل فانكشن جميله جدا ان انا اجي هنا نشيل الجمله دي دلوقتي واجي اعمل اري فاريبل اول او اري var x equal وادي له القيم اللي انا عايزها 1 كوما 2 كوما 3. خلاص عملت اري بسيطه خالص. دلوقتي انا عايز اعمل فانكشن ان انا اروح اساله، هقول له document dot write ماشي، واسم الفانكشن اللي انا عاملها هقول له is array، دي طبعا مش حاجه في الفيجوال بيزك بس انا اللي هنشئها، is array وادي له الx، يرد علي يقول لي true هي فعلا array. طيب تعالوا نعمل الفانكشن دي بقى. فانا هعمل فانكشن، فانكشن نسميها مثلا is array زي ما انا مسميتها فوق is array تمام، ونديلها بارامتر نسميه my array، وتعالوا نكتب الكود بتاعها. هاجي هنا اقول له، ركز معايا بقى، هقول له return رجع لي my array اللي هو البارامتر اللي انا كاتبه dot constructor. طبعا هنا هيطلع لي لو انا عملت كده، هنا هيطلع لي يقول لي function array، كلام جميل جدا. طيب أول حاجة أحول الكلام ده لسترينج بس عشان أعمل حاجة صغيرة كده to string، طبعا دي عملية تحويل خلاص من أي حاجة لقيمة حرفية. ماله بقى بعد ما حولته هقول له شوف بقى في الإندكس أوف بتاع الأري اللي فوق، هقول له إندكس، طبعا إندكس أوف خدناها قبل كده في الدروس السابقة، إندكس أوف شوف لي كلمة أري تقع تمام، أري تقع فين في الجملة بتاعتي، لو كانت أكبر من سالب واحد رجع لي ترو. يعني إيه أكبر من سالب واحد؟ تعالوا كده بص هوريكم، هنشيل بس الجزء ده كده ونرجع تاني نشوف اللي هيطلع، هيديني يقول لي function array بقى دي قيمة حرفية لأن أنا حولتها لقيمة string. طيب بعد ما حولتها لسترينج هيروح يدور الأري دي رقمها كام في الفهرس؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. فانا اوريدي قلت له لو كانت في هنرجع كود تاني، لو كانت index of array اكبر من سالب واحد هي فعلا 9 فاوريدي رجع لي true، ففي الحاله دي هيجيب لي true. طب لو انا جيت حطيت قيمه اكبر من 9 10 في الحاله دي هيقول لي false، مش موجود كلمه array موجوده عندي في الindex بتاعي. فانا في الحاله دي استخدمت القصه اللي انا عملتها دي ان انا اجي هنا اقول له is array واديت my array اللي هنا مستخدمه هنا في الكود دوت اللي هي قيمه الاكس الاري اللي فوق تمام، فهي فعلا array فلذلك طلع لي كلمه true. ممكن بقى بدل الكلام ده كله عندنا طريقه ثانيه اسهل بكتير، هقول له constructor equal 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 array بالمنظر دوت، هل هي فعلا بتساوي كلمه array او بتساوي array true فعلا تمام. ممكن نستخدمها مع الديت، ممكن نستخدمها يعني ممكن اقول له اكس نيو ديت، بس هنا بقى هنقول له ايكوال ديت ماشي نيو ديت بالمنظر دوت. لو جينا عملنا ران هيقول لي فولس، ليه قالت فولس؟ في حاجه غلط هنا. انا هنا المفروض ديت بس كده من غير نيو تمام، لو جينا عملنا رن هيقول لي true فعلا اهي تمام. يعني ممكن كده كمان، ممكن نستخدم الطريقه الثانيه بنفس المثال. عندنا كمان بعض العمليات التحويل اللي بتستخدم، يعني مثلا عندي ده ديت ممكن احوله دلوقتي لسترنج عن طريق كلمه string تمام، وادي له الفاريبل بتاعي كده بقى اكس دي string، دي اسمها عمليه تحويل برضو. خلاص ممكن اقول له string بالمنظر دوت ل false
يعني فولس دي تعتبر ايه؟ فالين دلوقتي بقت سترينج. خلاص طيب ممكن احول دي نمبر واديله 100، دي بقت كده نمبر فعلا رقم. سوري انا النيو دي مش صحيح، نمبر كده خلاص. طبعا دي ما بين دبل كوتيشن تعتبر قيمه رقميه حاليا، خلاص قيمه حرفيه. لما بكتب كلمه نمبر بقت دي رقم بالنسبه لي، مش كده يا شباب؟ طيب ممكن نستخدم طريقه ثانيه، ممكن اجي اقول له اكس اللي فوق دي دوت تو سترينج، ودي طريقه اخرى برضو صحيحه والناس بتستخدمها شبيهه باللي فوق. تمام كده اكس دوت تو سترينج. طيب تعالوا بقى ناخد حاجه برضو ثانيه جميله جدا. لو انا مثلا عندي فاريبل اسمه y هيساوي مثلا 5، دام دبل كوتيشن بقت قيمه حرفيه الواي دي سترينج. طيب كلام جميل. بصوا بقى هنا هاجي اقول له var x، بس هقول له equal plus y. قال له اللي انت عامله ده يعني ايه الكلام ده؟ خليكم معايا كده. لو جيت قلت له document dot write اطبع لي write، اطبع لي بقى ايه؟ تعالوا مع بعض كده. هقول له اطبع لي type of type of، عايزين نطبع قيمة ال y الأول. طبعا type of y هيدينا string. كلام جميل. هقول له الزق لي جنبها كمان، حط لي جنبها break يعني انزل في السطر الجديد. طيب بعد ما حطينا ال break عايزين كمان نحط type of في السطر اللي بعده ال x، ونعرف قيمة ال x كام. طيب يبقى هنا هقول له ممكن نزود كده x equal بالمنظر ده، ونيجي هنا ناخد دي كوبي بحيث ان احنا بس دي مش x بقى y، سوري. هنا y equal والنوع البيان بتاعها او is، بلاش equal is string، وهنا y is، هنا x is. طيب تعالوا نشوف كده ايه بقى equal plus دي. تعالوا نعمل run كده ونشوف بعد كده اشرح لكم. بص هنا y is string x is number، لا يعني تعالوا كده بص دي اسمها اسمها equal plus، دي عملية تحويل اللي هي y is string. ليه هنا قال لي y is string؟ لانها ما بين double quotation، ده كلام عادي خالص ده عارفينه. انما دي بقى لما سويت الاكس بالواي بس حطيت هنا قبلها بلس، تمام، بعد الايكوال اتحولت لنمبر، اتحولت معايا هنا الى نمبر. ليه بقى؟ دي عمليه اسمها يونري بلس اوبريتور، يونري بلس اوبريتور تستخدم لتحويل الفاريبل لرقم ايكوال بلس. يبقى دي اسمها يونري بلس اوبريتور، تمام، لتحويل الفاريبل بتاعي الى قيمه رقميه. تمام دي حاجه ناس كتير جدا ما تعرفهاش، بس دي فعلا من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليا عمليه التحويل داخل الجافا سكريبت. طيب طب لو انا عايز احول الديت الى رقم، طب تعال نشوف كده. هنشيل بقى الكود ده او خلي الدوكيومنت دوت رايت عشان ما اقعدش نكتبها كل شويه، ونيجي هنا هاجي هنا اقول له دي مثلا عندي فاريبل دي هيساوي نيو ديت. كلام جميل، يعني دي هتساوي التاريخ. طب عايز احوله بقى لنمبر، فهقول له خلي لي دي دوت جيت تايم، بس كده هنلاقي التاريخ اتحول الى فين الخطأ هنا. تعالوا نشوف. لا ده مفيش خطأ، المفروض الكلام ده يتكتب داخل الدوكيومنت دوت رايت عشان انا كده ما طبعتش، بس هو ده الغلط. نعمل رن تاني هنلاقي التاريخ اتحول الى نمبر زي ما انتم شايفين كده الى رقم. يبقى جيت تايم دي بتحول الديت بتاعي الى رقم. طب لو جيت قلت له دي كده من غير جيت تايم، وتعالوا نشوف هتطبع لي التاريخ زي ما انتم شايفين، يعني ده كله اتحول معايا الى نمبر. طيب تعالوا بعد كده ناخد شويه حاجات بسيطه كده. معلش هي الفيديو ده فيه معلومات كتيره جدا بس مهمه معانا في البرمجه. طيب تعالوا نشيل دي. لو انا جيت قلت له اطبع لي 5 رقم اهو زائد كلمه نال، ازاي ده؟ تعالوا نشوف.
هي النل عبارة عن ايه؟ قلت قيمة غير معرفة بالنسبة لي، تمام؟ فهنا هيعمل لها عملية convert، هيحولها لزيرو، فلذلك 5 زائد زيرو هيرجع لنا هنا 5، تمام؟ طيب لو جينا حطينا الخمسة دي ما بين double quotation، في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. هنا النل هيحولها او هيسيبها زي ما هي نل، فهيجي يعمل 5 زائد نل فيعتبرها قيمة حرفية فهتبقى 5 نل. طب اشمعنى اللي فاتت؟ اللي فاتت عشان انا جمعت رقم عليها، تمام؟ جمعتها. هو هنا حول النل الى قيمة حرفية اسمها نل، يعني النل دي كأنها ما بين دبل كوتيشن نل، فجمع دي زائد دي، يعني هو بيظبط دي بناء على القيمة دي رقمية ولا حرفية. لقى هنا حرفية هيحول دي لحروف، لقاها رقمية هنا هيحول دي لرقم، وهكذا. طيب لو انا شلت دي كده وجيت قلت له 5 ما بين دبل كوتيشن بلس 2، في الحالة دي هيعمل ايه؟ هنا بقى هيحول الاثنين الى قيمة حرفية فهتبقى 52، يعني حط لي دي جنب دي، كونكاتينيشن اوبريتور. طب كلام جميل. طب لو انا جيت غيرت البلس دي لماينس، هنا بقى الجافا سكريبت مش هيفهم، هيقف في الحته دي، بس هنا هيعتبر الخمسه، هيعمل لها عمليه كونفرت الى قيمه رقميه هتبقى نمبر، وهيطرحها فعلا، لان انا ما عنديش كونكاتينيشن اوبريتور اسمه ماينس. هو الكونكاتينيشن هنا عندنا في البروجرام اللي هو علامه البلس، فلذلك هنا عمل عمليه طرح عاديه خالص. طيب لو انا جيت قلت له مثلا خلي الخمسه، قلت له علامه تايمز، تمام، وحطيت 2، يعني ايه بقى الكلام ده؟ قلت له 5 في 2. طب ازاي دي على بيانات حرفيه ودي بيانات حرفيه؟ هيضربهم في بعض ازاي؟ لا، هو هنا هيعمل لهم عمليه تحويل فعلا، فيطلع لي ب 10 زي ما انتم شايفين كده، تمام. الحاجات دي مهمه جدا جدا يا شباب. يبقى احنا النهارده في الفيديو ده اتعلمنا وتعرفنا ازاي نعمل عمليه تحويل، سواء كانت تحويل صريحه او تحويل ضمني، انا اللي اطلب منه ان هو يحول من حاجه لحاجه، او هو يعمل عمليه التحويل الضمني زي ما انتم شايفين كده، لما بيعمل بيأقلم ده على ده، لما يلاقي الداتا اللي داخله هنا مختلفه عن الداتا دي فبيحاول يوفقهم، تمام، طبعا على حسب البروجرامنج او اللوجيك بتاعه ماشي ازاي. اتمنى يكون درس النهارده سهل وبسيط. اللي عنده اي استفسار او تعليق يتواصل معايا، يا اما من خلال صفحتنا على الفيسبوك باسم القناه اللي هي كود بورتال، يا اما من خلال تعليق تحت الفيديو وانا هتواصل معاه ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وانتظروا بقيه الفيديوهات قريبا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.